مساء الخير أعزائنا المشاهدين، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة، موضوع جديد مع ضيف جديد من برنامج اسأل طبيب. هالبرنامج اللي دائما بنشوفه على شاشة قناة سامراء الفضائية، اللي بيعرفنا عن جسم الإنسان أكثر وأكثر، عن المشاكل الصحية اللي ممكن تواجهنا، عن أعضاء جسم الإنسان، وشي بسيط عن كيف جسم الإنسان بيشتغل. للي انضم لنا جديد وللي بيتابعونا دائما في أول حلقتنا، بنحب نذكركم برنامجنا عبارة عن ثلاث فقرات. الفقرة الأولى اللي هي موضوع الحلقة، واللي بنحكي فيها عن شو رح نحكي اليوم، عن أي مشكلة مرضية رح نحكي اليوم، وعن أنو عضو من أعضاء جسم الإنسان. الفقرة الثانية اللي هي فقرة شاغل بالي، وهالفقرة اللي خصصناها لكم لحتى تسألونا عن أي شيء شاغل بالكم في موضوع الحلقة، وطبعا لازم تاخدوا إجابة صحيحة وإجابة دقيقة موثوق منها، واللي حيعطيكم هاي الإجابة هو ضيفنا في حلقتنا اليوم، اللي هو من أهل الاختصاص، من أهل العلم، حتى نضمن أنه نحكي لكم معلومة صحيحة 100%. أكيد ضيفنا رح يحكي لنا عن المرض أكثر وأكثر، شو صار في تطورات جديدة، عن أسباب المرض، عن علاج المرض، كيف ممكن نكتشف المرض، كيف ممكن نشخص المرض، وهل في وقاية من هذا المرض أو لا. أما الفقرة الثالثة والأخيرة اللي هي فقرة وصلت المعلومة، واللي أنا بتمنى أنكم تتفاعلوا معاها لحتى نضمن أنه إحنا يعني نعرف حالنا أنه بنقدم فعلا المعلومة بشكل مبسط وبشكل ميسر. فقرة وصلت المعلومة عبارة عن سؤال على ثلاث إجابات، إجابة واحدة فقط هي الصحيحة، وفائز واحد فقط معنا. هالفائز بيحصل على جائزته مقدمة من المركز الإنجليزي للعيون في أربيل في بختياري، عبارة عن كشف طبي مجانا لجميع أجزاء العين، زائد نظارة شمسية من مركز النظارات اللي موجود في المركز الإنجليزي للعيون. موضوعنا اليوم شائع جدا، مهم كتير، ما رح نطول عليكم، رح ندخل في الموضوع. خليكم معنا، فاصل صغير وبنرجع لكم. لما نتطلع على جسم الإنسان بشكل من بعيد، إنه جسم الإنسان هو عبارة عن منظومة كاملة متكاملة متجانسة، يعني منظومة تسير بدقة متناهية، لابد إنه يجينا سؤال، شو اللي بنظم هذه العمليات الحيوية اللي بتصير بجسم الإنسان؟ باختصار إحنا عندنا جسم الإنسان مكون من أجهزة، وكل جهاز مكون من أعضاء. حكينا كتير عن هالموضوع، جسم الإنسان الأجهزة اللي فيه مختلف، الجهاز الرئوي لحال، الجهاز القلبي لحال، الجهاز الدموي، الجهاز الهضمي، وأجهزة كتير، وكل جهاز فيه أعضاء مشتركة بتتجمع مع بعض وبتكون هذا الجهاز. على سبيل المثال نحكي عن الجهاز الرئوي، يتكون، أو الجهاز التنفسي، هو جهاز بشكل عام يتكون من عدة أعضاء، مثل الرئة، القصبات الهوائية، الحنجرة، الأنف، هدول الأعضاء بتجمعوا مع بعض بشكل جهاز. هالأعضاء بتشتغل مع بعض بطريقة جدا 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 دقيقة ومتناهية الدقة. طب هاي الأشياء كيف بتتنظم؟ عندنا فرضا القلب، نبضات القلب، عندنا السكر في الدم، ينظم بطريقة رائعة جدا. كيف هاي الأشياء تنظم؟ إحدى طرق تنظيم هذه العمليات الحيوية هي عبارة عن هرمونات في الجسم، هرمونات بتدور بالجسم، هاي الهرمونات بتعمل على تنظيم حركة الجسم. اليوم رح نحكي عن هرمونات كتير مهمة، رح نحكي عن غدة كتير مهمة بتشارك في تنظيم عمليات الجسم. اليوم موضوعنا هو عن الغدة الدرقية، باختصار رح نحكي اليوم عن فرط نشاط الغدة الدرقية، ورح نعرف هذا المصطلح شو يعني أكثر وأكثر. بداية خلينا نشوف الغدة الدرقية، هلا هي معانا صارت على الشاشة، أستاذنا المخرج حط لنا إياها، وإحنا كمان في صور لسه قبل، بس خلينا نشرح على هاي الصورة. هي عبارة عن الغدة الدرقية زي ما إحنا شايفينها باللون الأحمر، الغدة الدرقية متواجدة بتكون تحت اللي بسموها تفاحة آدم، الغضروف هذا هو عبارة عن القصبة الهوائية، متواجدة طبعا هي شقين، شق عن اليمين وشق عن اليسار زي ما احنا شايفينها. خلينا اشرح لكم اياها على الشاشة هون. هاي المنطقة الأمامية من الرقبة، هاي المنطقة احنا بنسميها تفاحة آدم، تكون الغدة الدرقية محيطة فيها، عبارة عن شقين أيمن وأيسر، وزي ما احنا شايفينها أمامنا
تتكون من عدة أجزاء الغدة الدرقية، رح نحكي عنها أكثر وأكثر أعزائنا المشاهدين. بس قبل أستاذنا المخرج يا ريت تحط لنا الصورة اللي قبل حتى نوضح للسادة المشاهدين شو يعني غدة. أوكي، هي غدة الدرقية بتكون موجودة. الآن معانا هذا مثال على شو يعني الغدة. الغدة هي عبارة عن عدة خلايا مجتمعة مع بعض، هاي الخلايا فيها صفة مش موجودة بأي خلايا أخرى بجسم الإنسان اللي هي صفة إفراز، يعني بتصنع أشياء، بتصنع مواد كيميائية، بتصنع هرمونات، بتصنع أشياء متعددة، وهاي الأشياء اللي بتصنعها بتقوم هي تفرزها إفراز. وزي ما احنا شايفين في نص الغدة هاي موجود قناة صغيرة، هاي الخلايا بتفرز المواد اللي صنعتها لخلال القناة الموجودة فيها، ومن خلال القناة بتطلع المواد اللي أفرزتها هاي الغدة إلى الجسم عن طريق الدم لحتى تجوب جميع أجزاء الجسم عن طريق الدم وتوصل للمناطق الحساسة اللي لازم توصلها حتى يصير فيها تنظيم. أحد المواد اللي تفرزها هاي الغدد هو الهرمونات. معانا صورة تانية بتوضح لنا كيفية عمل الهرمونات. طبعا الهرمونات هي عبارة عن مواد كيميائية يتم إفرازها من هاي الخلايا الموجودة بالغدد. خلينا نشوف على الهواء هلأ مباشرة الصورة اللي أمامنا. هاي عبارة عن هرمونات تم إفرازها من غدة معينة، عندنا غدد كتيرة يعني إذا بدنا نعددهم بدنا حلقة لحالها. هذا زي ما احنا شايفين على يسار الشاشة عبارة عن غدة، هاي الغدة أو خلية أفرزت هذا الهرمونات، الهرمونات هاي طلعت من الغدة راحت إلى خلايا معينة بجسم الإنسان، وما في هرمون يروح لخلية بالغلط، سبحان الله، يعني في منتهى الدقة. كل هرمون له مفتاح، كل هرمون بسموها المفتاح والقفل. فرضا هاي الغدة أفرزت هذا الهرمون، هذا الهرمون بضل يمشي بالدم يمشي بالدم إلى أن يصل إلى مستقبلات خاصة فيه موجودة على الخلايا اللي هو بيشتغل عليها. مثال عندنا اليوم الغدة الدرقية بتفرز هرمونات، الهرمونات خاصة بالغدة الدرقية، هالهرمونات بتروح لجميع أعضاء الجسم عن طريق الدم، بترتبط بالخلايا أو ترتبط بالأعضاء أو ترتبط بالأجهزة اللي هي لازم تشتغل عليها، مش ممكن ترتبط بأي شيء تاخر أو بأي شيء تاني. فمن هون بتيجي هاي الجزء من عمليات تنظيم جسم الإنسان. إن شاء الله نكون هيك فهمنا شوي شو يعني الهرمونات والغدد. وفي ضل بس آخر معلومة حاب أحكي لكم إياها، الغدد بشكل عام نوعين. إحنا بنسمع كتير إنه والله الدكتور هذا استشاري غدد الصم. شو يعني غدد الصم أو غدد اللا صم؟ هي الغدد الصم هي اللي بتفرز هاي المواد أو الهرمونات إلى الدم مباشرة، مش بحاجة لأي قناة حتى توصلها للجسم للدم. إحنا بنسميها غدد صماء، بمعنى ما فيها قنوات. الغدد العادية أو اللا صماء هي بحاجة إلى قناة تفرز المواد، هالقناة توصلها للجهاز الدموي حتى تتوزع على جميع أنحاء الجسم. ما بدنا نطول عليكم أكثر، عرفنا شوي شو يعني الغدد، عرفنا شوي شو يعني الهرمونات. موضوعنا اليوم عن فرط نشاط الغدة الدرقية، راح نجاوبكم على كل شيء شاغل بالكم بخصوص هذا الموضوع من خلال اتصالاتكم على البرنامج، واللي حجاوبكم عليها ضيفنا اللي راح نستقبله أنا وياكم بعد الفاصل. خليكم معنا. من جديد أهلا وسهلا فيكم أعزائنا المشاهدين، مكملين الحلقة معاكم سوا. حلقتنا اليوم بتحكي عن فرط نشاط الغدة الدرقية. للي بحب يتواصل معنا على البرنامج ويسألنا عن أي شيء شاغل باله، ما عليه إلا أنه يتصل على هواتف البرنامج اللي أكيد رح تكون موجودة على أسفل الشاشة. واعذروني أنا مش رح أحكي الهواتف لأنه الذاكرة عندي ضعيفة جدا جدا جدا. أعزائنا المشاهدين، بدنا نرحب أنا وياكم بضيفنا، هو إحنا بصراحة ضيفنا كتير غلبناه وأكثر من حلقة عم نستضيفه معنا، لكن بصراحة هو من أحد أبرز المختصين بهذا الموضوع، هو الدكتور محمد محسن الصالح.
اختصاص أمراض الغدد الصم والسكري من جامعة كلود برنار ومستشفى الأنتكاي ليون فرنسا، استشاري سابق في مستشفيات سوريا ومستشفيات ليبيا ومستشفيات السعودية. الدكتور محمد حاليا بداوم بأربيل بالمجمع الطبي الأمريكي شارع 40 فلكة حي الشرطة. دكتور محمد مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا. مغلبينك معنا واكثر حلقه استضفناك دكتور، بس حقيقه يعني بصراحه احنا بهمنا في البرنامج نقدم معلومه صحيحه من اهل العلم والاختصاص، فبدك تتحملنا دكتور. تكرم عينك، الله يبارك فيك. دكتور احنا موضوعنا اليوم عن فرط نشاط الغده الدرقيه، لكن خلينا نحكي بشكل عام، يعني ما هي امراض الغده الدرقيه بشكل عام؟ مساء الخير للأخوة المشاهدين كلياتهم. الغدة الدرقية مثل أي عضو بالجسم، هي من يعني من الغدد الكبيرة، تعتبر نسبيا من الغدد الصماء الكبيرة. الغدة الدرقية حتى نبسطها للمشاهد، الغدة الدرقية فيها أمراض وظيفية وأمراض شكلية. الأمراض الوظيفية يعني يا زيادة إفراز اللي هو نسميه إحنا فرط النشاط، أو نقص الإفراز اللي نسميه القصور. فواحدة تقول لك عندي قصور درق، واحد يقول لك عندي فرط نشاط درق. نعم. هناك أمراض بالغدة الدرقية مثل أي عضو آخر، ما بتساوي لا فرط نشاط ولا قصور، أمراض شكلية. ممكن يكون الغدة الدرقية مكان لعقدة درقية، لكيسة، لسرطان، لورم، ورم سليم. وممكن أيضا أن يجتمع المرض البنيوي الشكلي مع الوظيفي، فعندنا مثلا سلعة درقية. السلعة الدرقية يعني ضخامة بالغدة الدرقية، سلعة جويتر. فإذا كان السلعة الدرقية ممكن تكون سلعة بسيطة، إذا لا فرط ولا قصور، لكن ممكن تكون سلعة بسيطة وفرط نشاط بداء غريف. ممكن يكون سلعة متعددة عقد وفرط نشاط، وممكن تكون ما في فرط نشاط، وممكن تكون عقدة واحدة بدون فرط نشاط أو مع فرط نشاط. يعني أمراض الغدة الدرقية واسعة، وأنا حكيت لك بمقدمة البرنامج أنه أصغر كتاب عن الغدة الدرقية 1200 صفحة. يعني ما شاء الله، عشان هيك إحنا دكتور دائما نستضيفك. لا ولا يهمك، بس هاي يعني كفكرة عامة. نعم دكتور، في سؤال يعني حابين نوضحه للسادة المشاهدين. الهرمون اللي بتفرز الغدة الدرقية يعني او يعني شو يعني شو وظيفته بالجسم بشكل عام؟ الغده الدرقيه من الغدد المهمه جدا، سواء كانت بالحياه الجنينيه اللي هي مسؤوله عن نمو الدماغ وكذا، او ما بعد الولاده مسؤوله حتى عن النمو والتطور وتطور الروحي الحركي. والهرمونات الغده الدرقيه اللي هي التيروكسين تي 4 والايدوتيرونين اللي هو تي 3 من اهم الهرمونات اللي تفرز بالجسم، وإلها تأثيرات على كل أعضاء الجسم من الظفر إلى الشعر إلى الدماغ إلى القلب إلى فهي يعني لما نحكي عن تظاهراتها حتلاقي أنه التظاهرات السريرية لفرط نشاط الدرق أو لقصور الغدة الدرقية يصيب أي عضو بالجسم. لأنه هاي الهرمونات إلها علاقة بالاستقلاب بشكل عام، واستقلاب حتى الكربوهيدرات. استقلاب هي العمليات الحيوية بالجسم. نعم. علاوة على أنه يعني فإذا الغدة الدرقية هي مهمة على إنتاج الطاقة، على وظيفة العضلة القلبية، وظيفة الدماغ. نعم. وظيفة الأمعاء. نعم. يعني معناته هلأ دكتور يعني ياريت ندخل في موضوعنا، لأنه موضوعنا مشيق. يعني ما هو يعني لما نحكي فرط نشاط الدرق أو فرط نشاط الغدة الدرقية؟ فرط نشاط الغدة الدرقية هو مجموعة من الأمراض وليس مرض واحد، مثل الصداع. الصداع هو تظاهرة لمجموعة من الأمراض، وليس ما في مرض اسمه يعني صداع. أسباب كثيرة ممكن تعمل. نعم. فتطلق تعبير فرط نشاط الغدة الدرقية أو ما يسمى بالعربية الانسمام الدرقي على كل التظاهرات الناجمة عن زيادة إفراز هرمون الغدة الدرقية في الجسم، سواء كان هذا الإفراز حقيقي يعني ناجم عن زيادة إنتاج، أو ناجم عن زيادة الهرمون بالجسم نتيجة تخرب الغدة، لما أنا راح أحكي عن الأسباب الآن. إذن أي تظاهرة هي مجموعة التظاهرات السريرية اللي ناجمة عن زيادة إنتاج هذا الهرمون في الجسم. نعم.
هذا باختصار فرط نشاط الغدة الدرقية. طيب يعني احنا طب يعني شو الهدف من انه نعرف المرض او السبب اللي ادى الى زيادة هذا الهرمون؟ تحديد السبب. هلا فرط نشاط الغدة الدرقية لما المريض يشكي عرض اعراض الغدة الدرقية بيراجع طبيب عام او طبيب باطنة مو صاحب مو مختص. هاي الأعراض ممكن كشفها من قبل الطبيب العام أو مجرد ما شك أو طلب تحاليل معينة وطلع عنده أنه في زيادة بإفراز هرمون الغدة الدرقية، لازم تحديد، أنت طبيب تعرف الإيتيولوجي يعني سبب فرط النشاط. نعم. يترتب على تحديد سبب فرط النشاط الخطة العلاجية المناسبة. لا كل سبب من أسباب فرط النشاط له علاج خاص، وليس أنه والله فرط النشاط هو حبة بنادول أو كذا، لا. فرط نشاط الغدة الدرقية بتحدد السبب وعلى ضوء السبب. وأحيانا إذا ما حددت السبب، يعني إذا مثلا أضرب لك مثل بسيط، واحد شخصنا له فرط نشاط درق، طبيب إجا عطاه دغري مضادات الغدة الدرقية ميتيمازول أو كاربيمازول، هذا المريض إذا عنده التهاب درق تحت حاد لا يجوز إعطائه مضادات الدرق لو عنده فرط نشاط درق، لأنه هذا فرط نشاط عابر وحيتحسن المريض، فأنت دخلته بقصور درق من دون أي مبرر. أو أنه ممكن تحكم عليه أنه بده عمل جراحي وكذا. تحديد سبب فرط نشاط الغدة الدرقية من الخطوات المهمة جدا بعد انه ما يكون في شك بوجود. طب هذا بيقودنا الى سؤال مهم، انه ما هي اسباب فرط نشاط الغدة الدرقية؟ يعني هل هناك امراض معينة بتؤدي الى زيادة افراز الغدة الدرقية؟ طبعا. هلا هو يعني اشيع ثلاث امراض هن داء غريف اللي هو فرط نشاط غدة درقية مع سلعة درقية عادية من دون عقد، والسلعة متعددة العقد السمية، يعني سلعة فيها عقد كتير وبتفرز، وفي عنا العقدة الوحيدة المفرزة. بقية الأسباب الحقيقة ليست شائعة، إنما مثلا قد هذول فيهن، هذول داء غريف هو فرط نشاط درق حقيقي، يعني عنا مرض مناعي ذاتي تشكلت أضداد ضد مكون أنت حكيت مستقبل معين، فبلشت الغدة تفرز هرمون الدرق. يعني معناته زادت نسبة هرمون الدرق بشكل كأنه نظامي. نعم. السلعة متعددة العقد السمية، والعقدة الوحيدة هي عبارة عن تفعيل ذاتي لعقد كانت موجودة سابقا، فهل ما كانت تفرز زيادة، هلأ بلشت تفرز. هلأ في أمراض بتساوي فرط نشاط درق بس من دون زيادة إنتاج ومن دون هالأوتونوموس. مثلا إذا واحد عم ياخد تيروكسين لسبب ما قصور درق والجرعة زايدة، فممكن تعطي أعراض فرط نشاط بسيطة. ممكن في حالات الانتحار، واحدة مثلا ما وافق مهلها على انه تاخذ حبيب القلب، واحد يعني ليش بيكون واحد مثلا، فشربت لها كم حبه تيروكسين. ممكن يكون عندك مثلا اسباب انه مثلا ستروما اوفري بالمبيض، مثلا انه في خلايا درقيه موجوده هاجره بالمبيض. في عندك مرض شائع نسبيا اللي هو التهاب الدرق تحت الحاد، هذا بيخرب الغده الدرقيه فبيصير فرط نشاط درق مؤقت. عشان هيك أنا هلأ ذكرته أنه هذا تحديد الإيتيولوجي. نعم. والقصة السريطة. في عندك بوست بارتوم ثيروداتس، يعني التهاب الدرق ما بعد الولادة، كمان يساوي فرط نشاط ولا يجوز إعطاء فيه مضادات الغدة الدرقية. في عندك مرض من فترة أنا شفت حالة اللي هو الرحى العدارية، ما بعرف إذا بيعرفوها أو لا، هيداتيتي فورم مولر اللي هي حمل كاذب بيسموه الناس. أوكي. فهاي كمان تعطي أعراض فرط نشاط درق حقيقي لأنه ناجمة عن زيادة. معناته إحنا إذن يجب طيف واسع يجب من الأمراض. نعم. طيب دكتور، إحنا موضوعنا برضو يعني مشوق جدا، وبدأت الاتصالات تدخل علينا، فمعلش بعد معلش بعد إذنك بدي أخذ اتصال. لأنه معنا أبو فتيان من ديالى. مساء الخير سيد أبو فتيان. معنا أبو فتيان
مساء الانوار اخوي. اهلا وسهلا ابو فتيان، يا ريت بس توطي التلفزيون، يعني من الريموت تعمل ميوت او كاتم صوت على التلفزيون واسمعنا فقط من التليفون حتى يصير التواصل اسهل. تمام، بارك الله فيك. الله يرضى عليك، واحنا جاهزين لسماع سؤالك، تفضل. موضوعنا اليوم عن فرط نشاط الغدة الدرقية مع الدكتور محمد محسن الصالح. تفضل سيد ابو فتيان. تحية لك وللدكتور وقناة سامراء الطيبة على الموضوع القيم. حياك اهلا وسهلا. الله يعطيك الصحة والعافية. عندي الحجية دكتور عندها زيادة بالافرازات الهرمونات. نعم. اجرنا كل الفحوصات المطلوبة، ناظور وسونار وكذا وكذا. اتضح انه عندها غدة بالغدة مالتها ورم بسيط، واحنا هذا الورم كان سابقا قبل 30 سنة نفسه موجود. نعم. هي كم انطوها علاجات كثيرة وحاليا سوينا لها تحليل دم بعد 4 أيام يطلع ان شاء الله. نعم. كم عمرها الحجية؟ طبعا الدم سحبوه من الغدة نفسها. فكتبوها علاج، لكن الحجية تعبانة كلش، تقول عندي وجع دائما بالغدة. طيب ما نعرف شنو ال كم عمرها الحجية؟ كم عمرها؟ سامعني سيد الفتيان، كم العمر؟ نعم. العمر كم العمر؟ العمر 70 سنة. هي الحمد لله صحتها جيدة، يعني سكر ما عدا، ضغط ما عدا، شيء ما عدا، مجرد الغدة. يعني الدكتور قال عندها زيادة بالهرمونات في البداية، فجرينا بعض التحليلات قال اياكو عندها شلون نقول مادة العنف، يعني شيء يسموها هم الدكاترة. طيب سلامتها ان شاء الله الحجة. دكتور الله يسلمك حبيبي انت ابو فتيان، الله يرضى عليك. ابو فتيان بيسأل انه الحجية عنده عمرها 70 سنة وكانت تعاني من فرط نشاط كان بالغدة، وسوت الفحوصات كلها طلع في غدة عندها، يبدو أنها الغدة نشطة زيادة عن هو عن الأخ عم يوصف أنه هو في فرط نشاط، لكن اللي مأجرينه الأخوة الأطباء للأخت هو يبدو أنه عندها عقدة وأخذين منها FNA. أوكي. فلما قال زرع، الزرع هون يعني خزعة بالإبرة. خزعة بالإبرة. نعم. إيه، فبتصور إنه هذا الموضوع ما له علاقة بفرط النشاط، شو اسمه؟ في شك بالغدة، فممكن هو بعد ما تطلع النتيجة نتيجة الخزعة. حسب نتيجة الخزعة. ممكن يبعت على رقمي على الواتساب نتيجة الخزعة ويبعت تحاليل الهرمونات. وأنا بجاوبه بالفايبر أو. نعم سيد أبو فتيان، يعني الدكتور مستعد للتواصل معك. إن شاء الله راح يكون رقمه متواجد في غرفة الكنترول عند الشباب بعد الحلقة إن شاء الله. ف يعني ممكن تبعث له نتائج التحليل على الواتساب أو الفايبر، والدكتور إن شاء الله بيطمنك شو العلاج. يسعد مساك وشكرا لاتصالك أبو فتيان. دكتور كنا نحكي عن الأمراض اللي بتسبب فرط النشاط. طب الآن هلأ وعرفنا شو أهمية معرفة السبب، لأنه تختلف طرق صح. العلاج الآن، يعني خلينا نحكي شو الأعراض والعلامات اللي ممكن من خلالها نعرف أنه في عنا مرض فرط نشاط الغدة الدرقية. وإحنا معنا الصور اتباعاً أستاذنا يعرضهم، معلش ورانا بس يعني. أعرضنا إياهم، وإحنا كل صورة إن شاء الله الدكتور بعلق لنا عليها. فرط نشاط الدرق طيف واسع من الأعراض. وبالتالي لازم يخطر على البال لحتى يتشخص فرط نشاط الدرق. لازم يكون بفكر الطبيب اللي عم ياخذ القصة تبع المريض وعم يفحصه وكذا. لازم يخطر على باله دائما الأمراض الغدة الدرقية، سواء قصور أو فرط نشاط، لأنه أعراضها بتقلد بعض الأمراض الأخرى، لأنه هذا الهرمون هو تأثيراته كاملة على الجسم. بس بشكل عام بالقصة السريرية ممكن يجي المريض على العيادة. أنا راح أحكي على أعراض فرط النشاط بشكل عام. نعم. وفي بعض الأمراض المسببة لفرط النشاط. نعم. إلها أعراض خاصة فيها إضافة لأعراض الفرط العام. النشاط العام. أعراض فرط النشاط اللي بيجي فيها المريض ناجمة أول شيء عن معظمها عن زيادة إنتاج الحرارة وفرط الاستقلاب. فالمريض عنده عدم تحمل جو حار. عنده تعرق بالإيدين، عنده رجفان ناعم، هاي مثلا كعرض عصبي. يشكو من خفقان تقريبا 100% المرضى. قد يكون عنده اضطراب نظم
مثلا او رجفان اذيني ب 20% من الحالات بالقلب. ممكن يكشفه طبيب القلبيه، يكون رايح على طبيب القلبيه لسبب يكتشف فرط نشاط الغده الدرقيه. ممكن يكون في اعراض عصبيه مثلا القلق النرفزه يعني هاي بيلاحظوها الناس، قله النوم، فهي من الاعراض الكذا. مريض فرط نشاط الدرق بالعياده ملفت للانتباه انه هو يعني هايبر اكتيف، حرك نشيط زياده عن اللزوم، نشيط وغير ساعه يحط رجله على كذا، يسترسل بالكلام، يسرع ينتقل من فكره لفكره. قد يترافق فرط نشاط الدرق غير القلق، اذا كان فرط نشاط الدرق شديد ممكن يترافق باعراض نفسيه شديده حتى تشبه الفصام او تشبه البارانويد في حالات متقدمة. في حالات المتقدمة ما عاد شفنا احنا حالات متقدمة كثير لانه صارت الناس واعية وكذا. المرضى ممكن تشكي مثلا اضافة لهالشيء من تقص شعر ناعم، تقصف شعر كذا، بس بالفحص السريري ممكن الواحد مثلا يلاقي رجفان ناعم عند المريض، ممكن يلاقي تسرع نبض، ممكن يلاقي فرط ضغط انبساطي، شو اسمه ايدين المريض توحي بانه عنده فرط نشاط درق، ايدين حارات رطبات. طبعا من اهم العلامات هي العلامات العينيه كونك طبيب عيون. العلامات العينيه لفرط نشاط الدرق غير العلامات العينيه لداء غريف. داء غريف فيه العلامات العينيه العامه لفرط النشاط وعلامات خاصه فيه اللي هي اعتلال الجحوظ. بينما بفرط نشاط الدرق انكماش الجفن نتيجه تفعيل الأعصاب الودية مثل ما بيقول بتأدي لأنه مظهر المريض مثل مظهر الحملقة أو المدهوش. معنا اتباعا نعرض الصور إذا كان أستاذ المخرج نعرض الصور اتباعا عشان نوضح للسادة المشاهدين. هلا هاي نعم هذا داء غريف، هاي الأعراض العينية لداء غريف. هذا جهوظ حقيقي نعم واضح تماما، وفي أعراض فرط نشاط الدرق العادي اللي هي الليد لاج، يعني عفوا المظهر المندهش اللي هو انكماش الجفن العلوي ريتراكشن. أيوة ريتراكشن انسحاب الجفن احنا بنشوفه انا وياك بالليد لاج والجلوب لاج. هلا هاي الاخت عندها مثلا فرط نشاط درق مع سلعه متعدده عقد. نعم لاحظ حتى العقد واضحه. طبعا هاي الحالات بالأدب الطبي ما عاد تشوف كتير متقدمة يعني حالات متقدمة. نعم. الفحص الطبي الفحص السريري بكشف كتير من علامات فرط طيب. نشاط دكتور احنا هلأ حكينا شوية الأعراض والفحص الطبي رح يحكينا عن شوية العلامات. في شغلة بس أحكينا. بدي أحكيها فضل. إنه عند الأعراض بتكون صارخة عند الناس تحت سن الخمسين تقريبا أو عند الشباب، لكن بالكبار بالعمر أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية قد تكون أباثتك، يعني أباثتك بيسموها غير مفسرة. مثلا واحد كبير بالعمر لازم الطبيب العام أو طبيب الباطنة يشك بفرط نشاط الغدة الدرقية عند أي مريض عنده نقص وزن غير مفسر. الغدة الدرقية تعمل نقص وزن بس نعم. بالأحوال العادية تترافق مع زيادة شهية. نعم وهذا ما حكينا. إنما ممكن تلاقي شخص كبير بالعمر عنده فرط نشاط غدة درقية وعنده نقص شهية وعنده نقص وزن غير مفسر وعنده اضطراب نظم قد يكون رجفان أذيني كمان غير مفسر وكذا، وعنده ضعف عضلي مثل ما فرط نشاط الدرق كمان بيساوي ضعف عضلي خاصة بالعضلات القديمة، لكن ممكن يكون عنده هداك ميوباثي يعني حتى اعتلال شديد. أنا بنصح كل الأطباء الباطنة وأطباء العامين أنه دائما يخلوا بذهنهم فرط نشاط الدرق عند أي اضطراب نظم غير مفسر، عند أي نقص وزن غير مفسر، عند أي نعم. وإن شاء الله دكتور هالرسالة توصل للأطباء اللي بيحضرونا وبتابعوا برنامجنا. دكتور معنا اتصال ست أم أحمد. معنا مساء الخير ست أم أحمد. أهلا وسهلا، شلونك دكتور؟ والله تمام الحمد لله. من وين عم تحكينا ست أم أحمد؟ دكتور تفضلي، من وين عم تحكي معنا؟ عندي إذا ماكو زحمة عليك، عندي بنتي عمرها 20 سنة هسه. نعم. تقريبا صار نعم ايوه عندها غموض بالغدة الدرقية. عندها؟ يعني شلون؟
ضمور بالغده الدرقيه. نعم. عجز. اي ويعني هذا يعني بدي تاخذ هذا يسووه بالاسرامكسين وماكو فايده يعني بدنا نعطيه اياه واي يعني اي تطورات ماكو. نعم. طيب يعني يعني شكلها يعني لا حتى ظهور يعني هذا الجنسيه شيء ماكو يعني بدي تطلع عليها. وهسه يعني عمرها يعني 20 سنه ويعني راجعت بيها اربيل واردن ويعني وسوريا. اي أيوة والله. طيب سلامتها ست ام احمد ان شاء الله. هلا الدكتور بيعطينا الله يسلمك الله يعافيك ان شاء الله. تنصحني الدكتور يرحم والديك. اي ما له. نعم. الاخت عم تحكي عن قصور الغده الدرقيه ما له علاقه بالحلقه. نعم. لكن هي عم تاخذ معالجه معيضه. هاي المعالجه معيضه يعني ريبليسمنت يعني تعويضيه. تعويضيه. نعم. فنحن نحكي فصحى الان. الاخت طالما تاخذ معالجه معيضه فكانه الغده موجوده. نعم. لا تقلق يعني. نعم. قصور الدرق من الامراض السهله التدبير والانذارها ممتاز اذا كان المريض متابع بشكل كويس. فهي عم ناقصها هرمون درقي، عم تبلع هرمون درقي وانتهى الموضوع. مطلوب منها كل فتره وفتره انه تعمل تحاليل غده درقيه حتى تضبط الجرعه. نعم. وهاي بنت عمرها 20 سنة بإمكانها تتزوج وتحمل وتجيب أولاد وكذا والتيروكسين موجود. نعم. التيروكسين لا يعبر المشيمة الجني يعني بكرة إذا تزوج. نعم. بس هي نعم. كون البنت شابة ذكروا السؤال كويس ذكرني بأنه هرمونات الغدة الدرقية لها تأثير كبير جدا على الإنجاء الوظيفة الإنجابية عند الإناث وحتى على الوظيفة الجنسية عند الإناث والذكور. نعم. فحتى ممكن نشوف نحن ضعف جنسي عند الذكور اللي عندهم فرط نشاط غدة درقية وممكن نشوف تثدي وممكن نشوف اضطرابات طمثية وإسقاطات اضطرابات طمثية وعقم. نعم. عند مريضة فرط نشاط الدرق وحتى إذا صار حمل ممكن يصير مسكرياج يعني. إسقاط. لكن يعني لها حلول بالعلاج طبعا لها. طيب ست أحمد سلامتها إن شاء الله. إحنا أما هاي حالة الأخت كتير سهلة. نعم يعني أنا هلأ رح أخذ وعد من الدكتور إنه يكون معي في حلقة خاصة عن قصور الغدة الدرقية. عن قصور الغدة الدرقية. وإحنا برضو رح نستأذن الدكتور إنه بآخر الحلقة رح نحكي رقم الهاتف اللي ممكن نتواصلوا مع المرضى لحتى تستفيدوا أكثر وإذا في إمكانية تراجعوا بعيادته. لكن اطمني ام احمد ان شاء الله في حل وطالما بتاخذ الثيروكسين امورنا ان شاء الله بخير. شكرا لاتصالك ام احمد ومسائك سعيد. دكتور يعني عم نحكي احنا وسؤال عم بيجي ورا سؤال في حال انه احنا اخذنا العلاج وهلا رح نحكي عن العلاج الاعراض تختفي مع العلاج ولا ممكن تكون اعراض موجوده برغم انه المستويات اولا قبل العلاج لازم نشخص السبب. نعم. التشخيص السبب فرط النشاط يعتمد على القصه اللي بياخذها الطبيب. نعم. يعتمد على الفحص السريري. نحن بالعياده انت لما تفحص الغده كذا فبيكون عندك بدايه شو سبب فرط النشاط. انت جسيت عقده متعددة عقد، سلعة متعددة عقد ولا عقدة وحيدة ولا دائق ريف، حطيت السماعة سمعت نفخة. إذا الطبيب قادر سريريا أول شيء يثبت وجود فرط نشاط درق سريري وأخذ فكرة عن طبيعة تركيبة الغدة أنه هي ضخمة ولا صغيرة ولا كبيرة ولا فيها عقد ولا ما فيها. المرحلة الثانية هاي إذا كان الطبيب جاي على طبيب الغدد فوراً المريض. نعم. هو طلب التحاليل الهرمونية تي اس اتش عادة تكون مثبطة جداً و اف تي 4 و اف تي 3 عالية جداً. بيساعدنا بعض التحاليل الأخرى مع الهرمونات في تحديد السبب مثلاً الضاد المستقبل تبع تي اس اتش بتساعدنا بداء غريف الضاد مثلا كمان التي بي او وسرعه التثفل العاليه مع الم بالغده الدرقيه بيوجهنا باتجاه مرض معين التهاب الدرق تحت الحاد. نعم. هذا هذا كمان تشخيصه ضروري. ليش؟ لانه علاجه مؤقت ولا يجوز فيه اعطاء هرمونات الدرق. احيانا نلجا للتخطيط الدرق الومضاني
اللي هو بيبين لنا احيانا بعض حالات فرط نشاط الغده الدرقيه واللي ما بتاخذ يود منها التهاب الدرق تحت الحلق. طبعا الالترا ساوند هون بسموه السونار. معنا الصور ممكن توضح لنا. اي الالترا ساوند كمان وسيله تشخيصيه مهمه. بعد ما يصير عنا كل هالمعطيات بنكون تقريبا وصلنا ل 90% من التشخيص. اثناء هالاستقصاءات هاي لازم احنا نلاحظ الاعراض الخاصه بالامراض. فمثلا ممكن الجحوظ يوجهنا باتجاه. انا بدي اطلب بس بعد اذنك من استاذنا المخرج يا ريت تعرض لنا الصور صوره ورا الثانيه واحنا نشرح عليها للساده المشاهدين، لانه بصراحه الموضوع شيق. و هلا يعني هاي مثل الاخت مولتي نوديلر جويتر، هاي سلعه متعدده عقد، فرط نشاط مع هذا صافي. فما عندها، لا مسكر عيونها على كل الاحوال. ما فيش عندها صور. طيب الصور اللي بعديها الان. هاد بسموه اعتلال جلدي امام الضنبوب، بريتيبيال ديرموباثي. هذا من العلامات المميزه لداء جريف، ولو انه يشاهد بحوالي 2% يعني من الحالات، لكن كذا. هذا تخطيط الغده الدرقيه الومضاني بسموه. لاحظ الغده الدرقيه اللي هون استاذ المخرج خلينا شوي على هاي الصوره. هون نورمال، مكتوب نورمال، هذا الطبيعي، توزع متجانس لليود المشع. المربع الاول. احسنت، المربع الاول. لاحظ بداء جريف انه السلعه متجانسه، الضخامه شديده بالدرق، وتوزع اليود متجانس وليس جزء اكثر من جزء. جزء اكثر من جزء. معلش الدكتور حاب يقوم عشان يشرح لنا اكثر. هذا داء جريف. سلعه متعد يعني ضخامه بالدرق. وكذا لاحظ هون هاي عقده وحيده. وهاي العقده اخذت كل اليود ومثبطه بقيه الغده الدرقيه، بينما هون ثلاث عقد حاره. فهي سلعه متعدده العقد وهي ادينوما وحيده. نعم. طيب دكتور احنا راح نكمل الصور تباعا، بس قبل ما نكمل الصور معنا اتصال. مين معنا اتصال؟ سيد عدنان، اهلا وسهلا. سيد عدنان يا ريت توطي تنصي التلفزيون. يا ريت توطي التلفزيون تحطه صامت واسمعنا من التليفون. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام، اهلا وسهلا سيد عدنان، من وين عم تحكينا؟ دكتور انا قاعد اسمعك واشوفك. اهلا وسهلا سيد عدنان من كربلاء، حياك اهلا وسهلا، تفضل. بدي غده درقيه، سويت لها عمليه. نعم هو عمل عملية درقية عندي. شو سبب العملية؟ طيب طلع بيها ورم. طلع بيها ورم. نعم، كم العمر سيد عدنان؟ اي بيقولوا سرطان. طلع بيها ورم سرطان. ايه تعالج باللي اخذ جرعة. 32. طيب هل سيد عدنان هل يعني اخذت جرعات من اليود المشع؟ لا اليود المشع. الجسم كله ورم، جسمه كله ورم. احنا عرفنا القصة وعرفنا مرة واحدة سيد بعد عدنان. العملية اخذت يود مشع؟ جرعة اخذت مرة واحدة. احسنت. نعم. طيب سلامتك سيد عدنان، ان شاء الله هلا الدكتور بيطمنا عن الحالة. وشكرا لاتصالك. اخذ الجرعه مره. هو ما حدد نوع الورم، هو يعني لازم يكون في سرطانات الدرق متعدده، في الـ الـ منها سرطان الحليمي. هذا انذاره ممتاز، وفي الجريبي انذار، وفي سرطانات انذارها سيء مثل المدلري هذا اللبي والسرطان الغير مميز. لكن واضح انه هو اخذ يود مشع وكذا، هو بس بده مراقبه. وكل فتره وفتره يعني كل سنه يعمل معايره للثايروغلوبولين، وعلى ضوء نسبه الثايروغلوبولين ممكن يعمل تخطيط درق ومضاني، بس مو بس درق، توتال بادي سكان باليود المشع لكل الجسم، ويشوف اذا في نقائل ولا لا. دكتور في سؤال يعني ممكن يتراود للذهن، هو احنا من احد مكونات افرازات الغده الدرقيه هو اليود. اليود هو
يعني المادة اللي تصنع منها الهرمون الدرقي. نعم. يعني اليود يؤخذ من الخارج، فهي أكبر بحيرة لليود بالجسم موجودة بالغدة الدرقية. نعم. فهو عمليا فيك تسميه الركيزة تبع إنشاء الهرمونات الدرقية. واليود موجود، احنا عادة بنشوف في ملح الطعام، ملح الطعام غني باليود وكذا. صح، كان زمان في عوز يود عالمي. الآن دخلت بسبب منظمة الصحة العالمية اليود صار جزء من الأطعمة، وحتى بس وحتى هذا الموضوع يعني صار فيه مبالغة، فالولايات المتحدة الأمريكية نسبة اليود اللي بياخدوها حتى أكبر من الطبيعي، لأنه صار بالبسكوت في يود وبالكذا، بكل المواد الغذائية صار في يعني الإنسان يتناول الحاجة اليومية من اليود اللي هي حوالي 150 ميكروغرام باليوم. وطبعا الكمية لازم تكون أكثر عند الحوامل المرضعات. هو هذا مو موضوعنا دكتور. بالنسبة احنا حكينا للأعراض والعلامات والأمراض، بالنسبة لمرض جريفز يعني في شيء مخصص حاب تحكي لنا عنه؟ لا، أنا داء جريف يختلف، وحتى بالعلاج هلا رح نختلف. نعم. إنما فيه علامات مميزة اللي هو أنت كطبيب عيون بتشوف الجحوظ ودرجاته. نعم. وكذا، وممكن يكون شديد جدا، ما بعرف إذا كان خلينا حاطين احنا صور وممكن يكون فيه البريتيبيا هاي شو اسمه. إضافة لهالشي إنه هذا المرض طبعا مناعي ذاتي، فيه أضداد ضد مستقبلات التي اس اتش، وهي اللي بتسبب زيادة الإفراز. هذا المرض بالذات بدي ألفت الانتباه إلى أنه الجحوظ قد يسبق فرط النشاط، طبعا في كل أعراض فرط النشاط، لكن ممكن يجي مريض بجحوظ عندك. نعم. وتقول له روح شوف لي الغدة الدرقية. إذا الجحوظ قد يحدث قبل فرط النشاط. نعم. هلأ هون ريتراكشن، في شوية جحوظ لكن بس ريتراكشن. في حكينا عنها في المشاهدين، يا ريت في صورة فيها ثلاث شخص ثلاث مرات مصور تحت. هلا ان شاء الله بجهزوا لنا اياها. ممكن يكون مثل ما قلت لك يعني قبل حتى ظهور اعراض فرط النشاط. يعني داء جريف العيني بسموه. قد مع مرافق لفرط النشاط، وقد يحدث حتى بعد شفاء فرط. نعم. نشاط الغدة الدرقية. لاحظ هذا جحوظ شديد جدا. نعم. حتى في هذا بسموه انتو احتقان ملتحم وكيموزز وكذا، وهنيك اشوى يعني خفيف بس. نعم. جحوظ متوسط يعني حدود يعني ظهور هاي العلامات اللي هي الجحوظ اللي هو بروز العين للامام. نعم. وانتو بتحددوا درجة الجحوظ شديد ومتوسط وكذا كطبيب عيون. نعم. لكن داء جريف بالذات يعني تحديد إتيولوجيته وكذا بتفيد حتى. طيب. بالمعالجة. بالمعالجة ما هو العلاج لمرض فرط النشاط الدرقي؟ ويا ريت سريعا شوي. بالنسبة للعلاج بكل بساطة، علاج دوائي لفرط نشاط الغدة الدرقية، داء جريف والسلعة متعددة العقد والسلعة الأدينوما السمية، هاي لا شك العلاج البداية دوائي. نعم. إنما بفرط نشاط الغدة الدرقية الناجم عن العقد سواء وحيدة أو شو اسمه، العلاج الدوائي هو للتحضير للعمل الجراحي أو لليود المشع. نعم. ليس هناك علاج دائم بمضادات الغدة الدرقية لهذين المرضين. وتجيك واحدة من 3 سنين تأخذ، من 10 سنين تأخذ مضاد غدة الدرقية، مو منطق. نعم. وسلعة متعددة. بداء جريف كون نسبة الشفاء العفوي الهجوع 50%، يفضل العلاج من 12 ل 18 شهر، وبعدين طبعا خلال هالفترة نحن نسحب الدواء بالتدريج يعني كمياته. نعم. نبدأ بجرعات أكبر نفطه الجسم عنه أي نفطه فطان. وممكن إذا نكس نعيد، وممكن بعدين إذا ما استجاب ما صار هجوع عفوي نلجأ لليود المشع ونلجأ للجراحة اللي هي الجراحة أحسن بداء جريف. بالتهاب الدرق تحت الحاد وبالتهاب الدرق ما بعد الولادة، العلاج هو عبارة عن حاصرات بيتا يعني مشان نسيطر على الأعراض التسرع، ومسكنات بسيطة إذا كان في ألم أو كذا. لا يجوز إعطاء مضادات الغدة الدرقية، مشان هيك تحديد الإتيولوجي مهم جدا. نعم. عرفت علي شنو؟ نعم. طب دكتور بالنسبة للعلاج لو كانت يعني أنا حابب نوضح للمشاهدين، لو كانت المرأة الحامل، وانت حكيت في بداية الحلقة أنه ممكن يجي مع المرأة الحامل يكون عندها فرط النشاط، داء جريف
أشيع مرض عند الحوامل. فرط نشاط الغدة الدرقية عند الحوامل يعني 90% منه سببه داء غريف. فالعلاج أثناء الحمل أصلاً يعني. الحمل من الريسك فاكتور يعني عوامل الاختطار تبع داء غريف. هذا بده حلقة لحاله يعني فرط نشاط الغدة الدرقية. لكن الأدوية المضادة للدرق تعبر المشيمة. نعم. ولذلك نحن عم نعالج شخصين، الأم وتأثيره على الجنين الدواء، بدنا نحسب حساب الشخصين. نعم. فيفضل، وهي نقطة مهمة أشكرك على أنك أثرتها، أنه إحنا أقل جرعة مضادات درق اللي هي الكاربيمازول أو الميتيمازول أو البروبيل ثيوراسيل بالأشهر الثلاثة الأولى للحمل يعطى، أقل جرعة ممكنة. وحتى إحنا نوصي بانه تكون ارقام الـ FT4 على الحد الاعلى للطبيعي عند الحامل، مو شرط نرجع الايوثيرويد ستيت يعني حاله السريريه، يعني نوصل للحمل من دون ما نحدث اذيه للجنين قدر المستطاع. وممكن نسيطر احنا بحاصرات بيتا للام كمساعدات للانتيثيرويد. شو اسمه بالنسبه للعلاجات الثانيه مثل ما قلت لك، اليود المشع والجراحة هي عماد معالجة داء غريف وفي حال فشل العلاج الطبي العلاج الطبي، لكن بسرعة متعددة العقد السمية وبالعقدة الوحيدة العلاج الدوائي هو تحضير للعمل الجراحي أو لليود المشع. بيحبوا الأجانب كثير اليود المشع بالعلاج. لكن إذا بدي أوضح للمشاهدين نقطة، اليود المشع فقط بيحسن، ممكن يسيطر على فرط النشاط الوظيفي، لكن لا يؤثر على الحجم. فإذا واحدة عندها سلعة درقية كبيرة مع فرط نشاط مع عقد وكذا، الجراحة أفضل، لأنه أنت بعدين بدك تضطر تشيل الغدة بعد ما تعطي يود مشع لأسباب جمالية، حتكون استئصال الدرق ما بعد اليود المشع أصعب. صح الجراحة لها مخاطر، لكن إذا عقدة كبيرة وأنت رح تلجأ يوما ما للجراحة، يفضل الجراحة من البداية، بعد التحضير الجيد. نعم. دكتور محمد، سعدنا جدا بالمعلومات اللي حضرتك تفضلت علينا فيها. على راسي. عرفنا شو الغدة الدرقية، شو فرط الغدة الدرقية، وعرفنا أن الغدة الدرقية مهمة لنمو الجسم، لتطور الجسم، وإن شاء الله أنه كل حل أو كل مشكلة إلها حل وإلها علاج. في النهاية يعني دكتور ما بسعني إلا أن أشكرك. أعزائي المشاهدين، الوقت بمضي سريعا، اسمحوا لي أنا وياكم نشكر الدكتور محمد محسن الصالح، اختصاص أمراض الغدة الصم والسكري، من جامعة كلود برنار في مستشفى الأنتكاي في فرنسا، استشاري السابق في مستشفيات سوريا وليبيا والسعودية، حاليا الدكتور محمد بداوم بأربيل المجمع الطبي الأمريكي شارع 40 فلكة حي الشرطة. وإحنا حكينا للدكتور نستأذنه، رح نحكي رقم تليفونه عادي للي اتصل فينا اليوم وحاب يبعث التقارير أو حاب يتواصل مع الدكتور، على هاتف رقم 0750-777-0543 0750-777-0543. أستاذ المخرج، في مجال لفقرة وسطة المعلومة؟ في مجال؟ خلينا سوا. نعم يلا خلينا سوا نشوف فقرة وسطة المعلومة. الغدة الدرقية مهمة لي، الغدة الدرقية مهمة لي، النمو، تنظيم السكر، إفراز العرق. إذا الغدة الدرقية مهمة لي، النمو أو تنظيم السكر أو إفراز العرق. أعزائنا المشاهدين، للي بيحب يجاوب على سؤال حلقتنا اليوم ما عليه إلا أنه يبعث الاس ام اس على شاشة قناة سمراء الفضائية خلال هاي الأسبوع، وإن شاء الله بيتم إعلان الاسم في الحلقة القادمة لحتى ياخذ جائزته من المركز الإنجليزي للعيون في أربيل شارع بختياري دو سايد. أعزائي المشاهدين، في ختام حلقتنا اليوم نتمنى أنه نكون وصلنا معلومة أو أضفنا معلومة لكم عن
الغدة الدرقية. للي ما حضر حلقتنا اليوم بإمكانه يحضرها على وسائل الاتصال الاجتماعي مثل أو السوشيال ميديا للفيسبوك واليوتيوب لقناة سمراء الفضائية ولبرنامج اسأل طبيب. ولحتى ألقاكم الأسبوع الجاي بحلقة جديدة وضيف جديد وموضوع جديد مني أنا الدكتور إسماعيل عرجي، أتمنى لكم أسبوع حافل بالصحة والسعادة والنشاط، تصبحوا على خير. أهلا وسهلا، بلبناك كرام عينك.